انا بعترف ان اختياري للسماعة دايما بيكون صعب، لان انا مش بحب الحاجة اللي بيكون فيها ار جي بي، ونفس الوقت بحب حاجة خفيفة على الودن والكوبس بتاعتها كبيرة والماتيريالز بتاعتها كويسة والويكنس بوينت بتاعتها ما تبقاش ويكنس قوي، ما تبقاش ضعيف قوي. بتفرج كده على السماعات ولقيت دي افضل سماعة، بس ببص كده على جنب لقيت سماعة مختفية رايزر كراكن، سماعة 7.1 طبعا سوفت وير بيجي معها سيريال نمبر، بيشتغل لجهاز واحد سوفت وير. عايز افرجكم على السماعة واحنا بنشوف كده السماعة مع بعض. حابب اقول لكم ان اخر الفيديو فيه مفاجأة قوية جدا جدا جدا، لازم كلكم تشتركوا فيها لان هو جيف اواي من اقوى الجيف اويز اللي معمولة لحد النهاردة. اكيد مش هوريك السيريال نمبر يعني، ودي بقى الستيكرز بتاعت ريزر جميله جدا. طبعا مش محتاج اقول لك اللي انت لازم تستنى عروض البلاك فرايداي بتاع سيجما اللي بتعملها كل سنه. السنه دي العروض هتبقى خطيره جدا، تبدا من يوم 18 تخلص يوم 25. وكمان في ميزه جديده السنه دي اللي احنا هنعمل جيف اواي راندوم للناس اللي هتكتب في الكومنتات اي كومنت مش معمول عليه لايك. الجيف اواي ده هيكون عباره عن سماعه وماوس وكيبورد وماوس باد. ما تنساش شروط المسابقه انك تكون عامل فولو للاكونتات بتاعت سيجما كمبيوتر كلها، وعامل سبسكرايب وكاتب كومنت عامل فيه منشن لاثنين من صحابك، والكومنت ده ما يبقاش عليه اي لايك. كان معاكم احمد عارف ودي سيجما كمبيوتر.